السلام عليكم. شوفها في فرنسا في دشرة ما تجيش حتى كيف حمادي تفاحة قطعة يعني براس من زرزيس، فيها الحرية التامة وفيها استادات خير من استاد زرزيس ولا استاد قابس ولا استاد حتى سوسة. هذه دشرة، هذه يعني قرية، يعني فيلاج، بتيت فيلاج. شوف هذا على خاطر كل واحد عطوا حقه، حتى احنا عندنا حقوقنا رغم ان احنا مهاجرين، ولكن عندهم حقوق، ذرية صغار الكبار لاهين بيهم، برسك جراتوي 140 اورو في العام، يعطوهم لبسة ويعطوهم شوية ماكلة ويلعبوا واش يحبوا وشيخات. واحنا غادي قاعدين كان يسرقوا فينا وينهبوا فينا ويجوعوا فينا ويعطلوا فينا وما يخلوناش، ويزيدوا يحشونا في الحبس. تتكلم على أبسط حقوقك تتعدى الحبس. نخليكم في الحرية مع الدرية الصغار الواحد كذا. شوف الكرة هام تعيش بارتو. ألعب برا، ألعب الكرة، ألعب وريهم كرة الحرية. وين لا اللي بعك؟ وين تعال هني، جيبها هني. هاي تعال هني، هاي شوت كرة هني، اجي شوت، هاي امشي زيد تشبع بالحرية، زيد الحرية، زيد لا ليبرتي، ليبرتي دو تو سبور، حرية لا ليبرتي دو سوا ميم دو ويحب يشرب الحرية، اشرب الحرية تي توبلي. الحرية ديما.